يسبق الظلام بضيائه، أن يشق الظلام فيتكلم من بينه ومن خلفه ويحيط به من جميع أطرافه حتى يصرفه ويظهر نور النهار. الله تعالى قال وأمر عبيده جميعا أن يستعيذوا برب الفلق أي برب الصبح. فيتفكر الإنسان لما خص الله تعالى في علمه والله تعالى أعلم الفلق بالاستعاذة منه، أو عفوا أمر الناس أن يستعيذوا بخالق الفلق وهو الصبح، لماذا؟ لماذا لم يأمرهم أن يستعيذوا برب الرجال، برب الأحجار، برب الصخور؟ قال أهل العلم ومنهم الإمام الخازن رحمه الله تعالى وهو من كبار المفسرين يقول رحمه الله: إنما أراد الله تعالى بتخصيص الفلق بالذكر أنه يريد أن يشير إلى الناس كما أني قادر على أن أزيل عنكم ظلمة الليل وآتيكم بضياء النهار، فكذلك إني قادر على أن أخرجكم من الظلمات والضلالات والجهالات والمصيبات التي وقعتم بها، ولكن إذا دعوتموني وآمنتم بي وصدقتم برسلي والتجأتم إلي بصدق، كما أني أزيل ظلمة الليل وآتيكم بالنهار، كذلك إني قادر على أن أزيل عنكم ظلمات نفوسكم وذنوبكم وجهالاتكم وضلالاتكم إذا التجأتم إلي بصدق. هذه إشارة في كتاب الله وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري. مما يستعيذ العبد إذا قال قل أعوذ برب الفلق؟ قال سبحانه: من شر ما خلق. كل صاحب شر أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى به، والآية مطلقة عامة. قد يكون الشر آتيا من نفسك الأمارة بالسوء. لذلك أيها الكرام، كان الصالحون من عبيد الله سبحانه وتعالى أول ما يستعيذون، وعلى رأسهم سيد الصالحين نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. الله أكبر. وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلام يقول الواحد منا أيها الكرام بعد ذلك: أستعيذ من شر ما خلق، من شر نفسك التي تأمرك بالسوء، ومن شر أصحابك الذين يجرونك إلى الضلال، ومن شر الشيطان الذي يوسوس لك بالشر، ومن شر المصائب التي قد تأتيك وأنت قد تضعف عن تحملها فتشكو ربك والعياذ بالله على ما أصابك من مصيبة. قل أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأطلب العون برب الفلك من شر ما خلق من كل شيء يضر. ثم عطف سبحانه قال: ومن شر غاسق إذا وقب. الإمام الترمذي أخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأشار إلى عائشة يوما وكان الليل قد حل وظهر القمر وكان قد حصل كسوف خفيف، فقال يا عائشة وأشار إلى القمر: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. كأن القمر إذا حل عليه الكسوف صار فيه تغير في أحوال الكون، وهذا ما أثبته العلم الحديث في عصرنا أن حالة الكسوف والكسوف تغير في مجرى الكون، وهي وإن كانت يعرفها الآن العلماء بمواعيدها بعد مئات السنين ولكنها تغير. لذلك قد يحصل في حال الكسوف والكسوف أذى أو ضرر للناس. النبي صلى الله عليه وسلم علم السيدة عائشة أن تستعيذ من هذا الذي يحصل وهو القمر إذا أصابه الكسوف. وقال كثير من أهل العلم إن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا حل بظلامه، وهذا القول والله تعالى أعلم له وجه كبير من الصحة. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا حل وازدحم بظلامه. ولما ذلك؟ لما الاستعاذة منه؟ لأنكم تعلمون أن أكثر الضالين والمضلين إنما يظهر عليهم أثر ضلالاتهم في الليل، فالذي يريد ضلالة النساء يكون في الليل على الأغلب،
والذي يريد ضلالة القتل والأذى يكون في الليل على الأرض، والذي يريد ضلالة السرقة يكون في الليل على الأرض، والذي يريد ضلالة الخمر يكون في الليل على الأرض، والذي يريد ضلالة السهر على معصية الله مع الرفقاء والأصحاب على أي معصية كانت يكون في الليل على الأرض. لذلك استعذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب الليل وما فيه من ضلالة وأذى. ثم واستعذ أيضا ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر جمع ساحرة، اللواتي ينفثن السحر وينفخن عليه ويتمتمن عليه بكلمات السحر. وموضوع السحر أيها الكرام موضوع شائك، لكن ملخصه وملخصه بكلمات منضبطة مفيدة بإذن الله. جمهور أهل السنة والجماعة قالوا إن السحر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كأي مرض يصيب الإنسان، كيف إذا وقعت في بلية مرض من الأمراض، مرض عضوي في جسدي، مرض القلب، مرض العقل، مرض الرأس، مرض اليد، جرح أصابني، هذه الأمراض الحسية كذلك هناك أمراض وأذى معنوي على رأسه أذى السحر. إذن السحر عند أهل السنة والجماعة له أثر حقيقي، لكن اعتقادنا جميعا أيها الكرام في مذهب أهل السنة أنه لا شيء له تأثير بذاته. وكيف هذا الكلام؟ كلام متناقض، يعني السحر له تأثير حقيقي إلا ما له تأثير؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة أيها الكرام أنه لا شيء على الإطلاق من كثير أو صغير من مخلوق من المخلوقات جنا أو إنسا أو ملائكة أو غير ذلك له تأثير من نفسه، وإنما التأثير بيد الله. هذا هو اعتقادنا أهل السنة والجماعة. إذا السحر إن قدر الله تعالى أن يصيبك أصابك، وإن لم يقدر لم يصب، كما قلنا كأي مرض آخر إن قدر الله تعالى أن تبتلى به. أخي أصابه نسأل الله العافية مرض كذا وأنا سليم منه، جدي أصابه مرض كذا لكن أنا سليم منه، فلان أصاب، إذا ابتلاء من الله السحر. السحر ابتلاء من الله كأي ابتلاء، له حقيقة له حقيقة، يضر وينفع بذاته أو بنصب السحرة قطعا لا، إنما الذي يضر وينفع هو الله. وأنتم تعلمون هذه الكلمة التي يرددها الخطيب، لكن كثيرا منا غاب عن ذهنه معناه. يقول يوم الجمعة كثيرا: واعلموا أنه لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل على الحقيقة إلا الله. هذه حقيقة غاب عن كثير منا فهمها وإدراكها. إذا لو أراد الله تعالى أن يبتليك بأذى من هذا السحر لابتلاك به. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود، وأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بالكسر، جمع معوذة أي التي يتعوذ بها الإنسان وليس معوذتين كما يقول البعض، وأنزل الله عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فقرأهما صلى الله عليه وسلم وتعوذ بهما فأزال الله تعالى عنه أذى السحر. قد يقول البعض، وهذا كلام ليس في عصرنا، ليس أمرا جديدا، ما هو في عصرنا من مكتشفاتنا، منذ أكثر من 900 سنة طعن كثير من الزنادقة والملاحدة في هذا الحديث، فقالوا أنتم تقولون هو رسول الله ثم تقولون سحر، إيش هذه الرسالة؟ هذا كلام مردود على الصحيح. أولا إن كنت تؤمن بالله ورسوله فهذا الحديث في صحيح البخاري ليس من الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة، وفي أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ثانيا إن أهل العلم لما رأوا الحديث قالوا، وفي ضمن الحديث في متن الحديث
أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه أتى النساء ولم يأتي، يظن أنه جاء إلى زوجتي فلانة وهو لم يأتي. هذا الذي ذكره أهل العلم في رواية الحديث ومتنه مما ذكروه من تأثير السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة ولا موضوعة أنه صلى الله عليه وسلم لما كان قد سحر قرأ فيه يقول أعوذ برب الفلق، فقال قل أعوذ برب الأحجار أو الأشجار بتأثير السحر عليه. لذلك أيها الكرام لا تشكن في الرواية ولا تظنن أن السحر قد أثر على عقل رسول الله أو قلبه. هذا هو الحق، وإذا فهمت الحق أبيض أبلج واضحا عرفت وميزت واستطعت أن تضع الأمور في نصابها وتفهم كل شيء على حقيقته. أسحر؟ نعم سحر. هل أثر ذلك على رسالته؟ قطعا لا صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، سواء أصابه البلاء أو المرض أو السحر أو لم يصبه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن أراد الله تعالى أن يبلغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم سيبلغها بلا أي تأثير عليه. قال إذا ما هذا السحر وما تأثيره وما حقيقته التي قلنا عليها؟ قد يخيل إليه أنه صنع شيئا من شؤون الدنيا كمجيئه إلى النساء وهو لم يأتهم، هذا شأن من شؤون الدنيا، كأي مرض كما قلنا عضوي يصيب الإنسان. هذا أيها الكرام إن فهمه الإنسان ارتاح قلبه واستطاع أن يرد على من يطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من ينكر أشياء زعما أنه ينزه رسول الله عن أن يصيبه السحر. لا يا أخي، لا تنزه رسول الله عن شيء من الأعراض البشرية التي ابتلاه الله تعالى بها إبرارا لزيادة مقامه صلى الله عليه وسلم. ثم ما الدواء وما العلاج؟ بعض الأحباب يقول إن نروح عند اليورو ما بعرفش حامين ولا بعدين 3 زائد 6 زائد 9 زائد 12 يساوي 14 7 8 9 يا هاروت يا ماروت يا دجال يا دجال. أعوذ بالله من الشيطان. قل يا ذا الإنسان إما أن تسكت وإما أن ندعو الله تعالى أن يذلك يوم القيامة لأنك تلحد في آيات الله. أذهب إلى إنسان لا يقيم الصلاة وأن يقرأ هذا مشان السحر، صلي هذا الشيء اللي رحت عنده، أظن أحيانا يا ربك عنده الدم الفور لا العصر ما صلي ولا صلاة، أي شيء من هذا؟ أي شيء؟ وأي عالم من هذا؟ وأي إنسان من هذا؟ أعوذ بالله من هذا الإنسان يا أيها الكرام، أقول وأعيد وضع الأمور في نصابها. كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة عظيمة بينة واضحة، قال رحمه الله ورضي عنه: إني لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا مالي بالمخادع، الخب هو المخادع ولا المخادع يضحك علي، مالي جد يعني، المسلم عاقل لله الحمد، ما هو مجنون ولا يضحك عليه المشعوذون ولا يضلونه عن طريق الله، عاقلا محكم عقلا، ولكن اذا وردت نصوص صريحه واضحه وعرفت كيف تؤولها كما قال فيها اهل العلم تخرج من كل يعني مصيبه وملمه ببيان ناصع واضح وتفهم كل شيء. اذا اردت او وقعت في بليه لا تنسى كل شيء الى السحر. كنا واحد ابن الله صار خمسة كلمة من دين زوجته صارت تنسى بعض الأشياء وهو مسحور وهو مدري إيش، يا أخي كنا صارت مصيبة تنسبها إلى السحر وإلى الجن، كلام هذا ليس صحيح. قد يحصل هذا، ولكن هذا كأي ابتلاء قد يحصل في العمر مرة، قد لا يحصل مع إنسان أبدا. كنا صار شيء ننسبه إلى الجن والسحر، لا يا أخي الإنسان معاقل. طيب إن شعرت أن هناك شيئا من الشر أو الأذى أصابني، ما الحل؟ الحل أن أبدأ أنا بنفسي صاحب البلية والمصيبة، عافانا الله جميعا من المصائب والبلايا، أن نقرأ القرآن ونستعيذ بالله ونلتجئ إليه، هذا هو الحل الأول. الثاني نقرأ الأدعية النبوية الصحيحة التي وردت عن رسول الله التي يستعيذ فيها من أذى المؤذين وشر الشريرين وإصابة السحرة والمؤذين، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأدعية النبوية الصحيحة مكتومة مرفوعة في كثير من الكتيبات. الدواء الأول قراءة القرآن، الدواء الثاني الأدعية النبوية الشريفة، الدواء الثالث أن تحاول العلاج بأنواع العلاجات المعروفة، يعني تذهب إلى الأطباء. أما السحرة والدجاجلة والكذابون والمدعون فلا تلجأ إليهم يرحمك الله، ولا تصدقن أحدهم كما قلنا فإنك لست خبا، ولا هذا الخب المخادع يخدعك. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هل الحسد أيضا تأثير؟ شأن مشمسح. والحسد يتطرق إليه موضوع عين. يقولون فلان له عين يصيب الناس بعينه، هل هذا حقيقي؟ شأنه كشأن السحر تماما، كشأن السحر. إن قدر الله أصابت عين العائل، وإن لم يقدر الله لم تصب عين العائل. ما الدواء من عين العائل إن أصابته البلية بسببه؟ القرآن والأدعية النبوية والأدوية التي توجد في عصرنا وزماننا. لا دواء غير ذلك أيها الكرام. قد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، قد تقتل، ولكن كما قلنا كائن إن قدر الله. ودواءها ما ذكرناه، لا يعتقدن الإنسان شيئا آخر، ولا يظنن أن هذا الرجل إذا نظر إليه سيقتلني في الحال، لا، ولا هذا يحصل إلا إن قدر الله تعالى علي البلاء. هذا أيها الكرام ملخص لهذه الآيات، ولنا عود عليها وعلى السورة التي تليها وما يتعلق بأحكامها بعد أن بينا بيانا نسأل الله أن يكون جامعا. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من بك في شمس كل ما خلق يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.